الإطاحة بالقائد العسكري عبد الكريم قاسم الذي كان يحكم العراق، وهو أول من تولى منصب رئاسة الوزراء بعد ثورة 14 من تموز التي أطاحت النظام الملكي. الجسر الفضي ينهار في ولاية أوهايو الأمريكية ويقتل العشرات في أسوأ حادثة من نوعها في تاريخ البلاد. هجوم إرهابي على مجمع المحيى السكني في الرياض يوقع 17 قتيلاً و122 جريحاً.